السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فوائد الزبيب الأسود تكمن في العناصر والقيمة الغذائية التي يحتوي عليها، فهو غني بالكثير والكثير من العناصر الغذائية الهامة للجسم، إذ يحتوي الزبيب الأسود على الكالسيوم الضروري لقوة وصحة الأسنان والعظام، ويعتبر الزبيب وجبة خفيفة مفيدة للنساء بعد انقطاع الطمث، وذلك لأنه يساعد على تقليل خطر الإصابة بهشاشة العظام الذي يعد اضطرابا يتسم بفقدان العظام خاصة عند التقدم في العمر. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي الزبيب على كمية عالية من البورون الذي يؤثر مع فيتامين د والكالسيوم في الحفاظ على صحة العظام والمفاصل، كما يلعب دورا في علاج هشاشة العظام. الزبيب الأسود يساعد على زيادة الوزن بطريقة صحية لأنه مليء بالفركتوز والجلوكوز، وبالتالي فهو يشكل جزءا مثاليا من النظام الغذائي للرياضيين أو لاعبي كمال الأجسام الذي يحتاجون إلى دفعة قوية من الطاقة، أو لأولئك الذين يريدون زيادة الوزن دون تراكم كميات غير صحية من الكوليسترول. بالإضافة إلى أن الزبيب الأسود يعالج حالات فقدان الشهية والقضاء على النحافة المفرطة لأنه يزيد من إقبال الشخص على الطعام. الزبيب الأسود يعالج اضطرابات الجهاز الهضمي وحالات عسر الهضم ويعالج الإمساك، وهو من أفضل الملينات الطبيعية للمعدة. الزبيب الأسود معروف بتحفيز الرغبة الجنسية والحث على الإثارة، ويعود ذلك أساسا إلى وجود حمض أميني يسمى أرجينين، وهو مفيد جدا في علاج ضعف الانتصاب ومثير للشهوة الجنسية الطبيعية التي تزيد من مستويات حركة الحيوانات المنوية وبالتالي زيادة فرص الحمل. ومن الممارسات الشائعة في الهند أن العروس والعريس يشربان كوبا من الحليب يغلى معه الزبيب وقليل من الزعفران في ليلة الزفاف. الزبيب الأسود من أغنى الفواكه التي تحتوي على فيتامين سي المفيد لمرونة وصحة الأوعية الدموية، وبالتالي يحمي القلب من الإصابة بنوبات قلبية مفاجئة ويحمي الجسم من تصلب الشرايين. الزبيب الأسود إذا تم تناوله قبل النوم بنصف ساعة يساعد على الشعور بالراحة والاسترخاء ويعالج حالات تقلب المزاج والاكتئاب. احتواء الزبيب الأسود على نسبة عالية من البوتاسيوم يجعل له دورا كبيرا في ضبط ضغط الدم المرتفع. الزبيب الأسود يحمي الجسم من الإصابة بقرح مزمنة بالمعدة لأنه يحتوي على نسبة كبيرة من الكالسيوم والكربوهيدرات، وهي عناصر مفيدة لصحة الأمعاء. إذا تم تناول الزبيب الأسود فإنه يقلل من أعراض وتوابع الكحة المزمنة الجافة والسعال الديكي والكثير من أمراض الجهاز التنفسي، ويزيد أيضا من كفاءة الجهاز المناعي ويزيد من مقاومة الجسم. احتواء الزبيب الأسود على نسبة عالية من المنغنيز والنحاس يجعله علاجا فعالا للكثير من الأمراض الغير متعارف عليها من قبل الكثيرون، مثل مرض التهاب المسالك الصفراوية. الزبيب الأسود يدعم الجسم بالكثير من الحديد ويمنع حدوث مرض الأنيميا وفقر الدم، كذلك يساعد في تخليص الجسم من أمراض الكلى المزمنة وحصواتها لاحتوائه على نسبة عالية من البوتاسيوم. مشاهدينا الكرام، هذا كان كل ما لدينا اليوم. شكرا لكم على المشاهدة وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.